السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الراية القطرية الأولمبية تدشن المرحلة الجديدة بحضور الشيخ جوعان بن حمد. في الشرق القطرية انطلاقة قوية لبطولة كأس العالم في الدوحة. في الوطن القطري العنابي يلتقي نظيره السنغافوري في بروفا ودية. في العرب القطرية الاستئناف ترفض طعن المرخية في قضية اليهري. في الثورة السورية مهند فقير أثق بإمكانيات لاعبين ويجب استغلال بطء الأستراليين. في المدى العراقية موقعة جذع النخلة تجذب أكثر من 55 ألف متفرج. في الجريدة الكويتية الشهاب متفائل ورفع تعليق النشاط الرياضي في طريقه الصحيح. في المنتخب المغربية زياش عازم على الثأر. وفي ذا صن البريطانية نجم انجلترا في طريقه لتسيد العالم. في بيلد الألمانية هاينكس مدربا لبايرن ميونخ. وعلى جازيتا ديلو سبورت الإيطالية مارادونا يشكو ابنته للقضاء بداعي السرقة. كان هذا استعراضا لأبرز العناوين، المزيد مما جاء في كبرى الصحف اليوم يأتيكم بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام من جديد نستهل جولتنا على الصحف الصادرة في الدوحة، والبداية من غلاف الملحق الرياضي لجريدة الراية. تابع. اللجنة الأولمبية تكرم المتفوقين وتدشن المرحلة الجديدة في مسيرتها الرائدة بحضور الشيخ جوعان بن حمد، تميز حافل ورؤية طموحة. سعادة الشيخ جوعان بن حمد يقول في هذه المناسبة: معا نبني مستقبلا تفخر به أجيالنا، والرياضة هي إحدى الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. نتابع المزيد من تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية القطرية من خلال الصفحة التالية. الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية يؤكد خلال حفل تكريم المتميزين: نحن جميعا رواد الرياضة ومعا نبني مستقبلا تفخر به أجيالنا، مضيفا: نسعى لإنشاء علاقة متينة بين أبطالنا ومجتمعنا حتى يكونوا مصدرا لإلهام الجميع. رئيس اللجنة الأولمبية أضاف: الاستراتيجية الجديدة لضمان تحقيق رؤيتنا لنصبح وطنا رائدا يجمع العالم، والرياضة تملك قدرة فريدة على تجاوز كل العقبات بطريقة مختلفة، والشعار يجسد الروح الرياضية وهويتنا الجديدة، أو هويتنا الجديدة تعكس القيم الرياضية. في سياق متصل، أقامت اللجنة الأولمبية حفل التميز الرياضي بمركز قطر الوطني، وجريدة الراية خصصت المزيد من الصفحات للحديث عن هذا الحفل. نتابع. الشيخ جوعان بن حمد يكرم الرياضيين المتميزين والشركات والأفراد الذين أسهموا في تحقيق الإنجازات. جوائز التميز الرياضي لمسة وفاء لأصحاب العطاء. برشم أفضل رياضي، وسارة المناعي أفضل رياضية، ولقب الواعد لفارس وهارون وتالا. أما جائزة الاتحاد الذهبي فذهبت لألعاب القوى، والمثالي للسباحة، والفروسية أفضل منتخب رجال. كان هذا أبرز ما جاء على صفحات الراية في عددها الصادر اليوم. ماذا عن الشرق؟ نتابع. بمشاركة قطرية، انطلاق رالي المغرب الصحراوي 2017. العطية يطارد اللقب الرابع. عادل حسين يطمح إلى لقب فئة T2. ناصر العطية يصرح ويقول: عيني على اللقب الرابع. والبطل عادل حسين يقول: هدفي لقب T2 للمنافسة على اللقب. وناصر سعدون ينهي دورة خاصة في الملاحة بإسبانيا. وفي أسفل الصفحة أيضا نتابع خبرا آخر يقول عنوانه: النابي التحمل للسيارات السياحية يشارك في بطولة العالم.
ومن عالم المحركات إلى السباحة ودائما مع الشرق نتابع. سعود بن علي يفتتح المونديال ويرحب بالجميع، انطلاقة قوية لبطولة كأس العالم بينا إيرويف الدوحة 2017. خليل الجابر رئيس اتحاد السباحة يؤكد استضافة الدوحة للبطولة في السنوات الأربع القادمة، وأضاف كأس العالم ناجحة تنظيميا وفنيا والانطلاقة مميزة. من الشرق نتحول إلى الوطن ونطالع سويا الصفحة المتنوعة التالية. العنابي يلتقي نظيره السنغافوري في بروفا ودية اليوم في استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الساعة 7 مساء. أما عن كرة السلة فنشرت الوطن خبرا يقول عنوانه: دوري السلة ينطلق في 7 نوفمبر بمشاركة 9 فرق. نعم. أما الصفحة الأخيرة لملحق الوطن الرياضي فجاءت على الشكل التالي. نيمار يضاعف شعبية سان جيرمان، وهو ما أكدته قناة نادي باريس سان جيرمان التي رصدت زيادة في عدد زياراتها على موقع يوتيوب ب5 أضعاف. إلى يسار الصفحة أيضا نقرأ: مناح الشمري رئيس النادي الشحنية أفضل من بعض أندية دوري نجوم كيو أم بي، وأضاف: دورينا بلا رعاية ولا اهتمام ولا حتى نقل تلفزيوني. في السادة الدوحة نتابع مجموعة من الأخبار على الصفحة التالية. ماجد الخليفي يبارك إعلان الهوية والاستراتيجية الجديدتين للجنة الأولمبية القطرية. عنابي الصلاة يتأهب للتصفيات القارية، وساندازا متفاجئ من قرار إدارة الأهلي ويريد العودة للملاعب. في التفاصيل، قالت استاد الدوحة إن اللاعب الإسباني متفاجئ وحزين بسبب قرار إدارة الأهلي الاستغناء عن خدماته، رغم أنه لم يلعب أي مباراة إلى حد الآن مع العميد. وكتب ساندازا على صفحته في تويتر موضحا ما حدث فقال: تعرضت لإصابة خفيفة تتطلب الراحة لأسبوعين، فقرر النادي عدم تسجيلي في قائمة الفريق، وهو ما فاجأني وفاجأ المدرب. جولتنا على الصحف القطرية مستمرة، وهذه المرة من جريدة العرب. عنوان الخبر يقول: الرهيب يصطاد العميد بهدفين دون مقابل في كأس كيو اس ال، والأحلام يتعادل مع الصقور ب10 لاعبين. نبقى مع نتائج بطولة كيو اس ال، والخبر نتابعه على الصفحة التالية. فوز مستحق للمرخية على السد، السد دون حارس احتياطي. وفي أسفل الصفحة نقرأ أيضا: مواجهة بين شقيقين في السد والمرخية، وهما ناصر إبراهيم النصر وسعود إبراهيم النصر. المزيد من الأخبار عن فريقي السد والمرخية نتابعه في الصفحة التالية للعرب. الاستئناف ترفض طعن المرخية في قضية اليهري، وقالت إن التحجج بفئة اللاعب يفتح المجال للتلاعب، والسويدي يؤكد استمراره في رئاسة جهاز الكرة بنادي المرخية، رافضا التعليق على قرار لجنة الاستئناف التي رفضت استئناف المرخية ضد قرار منح السد نقاط المباراة. في وسط الصفحة خبر آخر يقول عنوانه: المري أول البندقية وفضية للشمري في الاتحاد للرماية. حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام الجماهيري والإعلامي في سوريا. نقرأ من صحيفة الثورة: المحاضر الآسيوي مهند فقير: أثق بإمكانيات لاعبينا ويجب استغلال بطء الأستراليين. المدرب الوطني السوري أجاب على أسئلة الثورة قبيل مواجهة منتخب الكانغارو اليوم في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا، فلنستمع ماذا قال.
منتخبنا خلال التصفيات تطور وتحسن مباراة بعد أخرى، وبصراحة هو يملك حاليا إمكانات جيدة لم يكن يملكها في السابق. المفروض أن يكون أداؤنا اليوم سريعا للتفوق على القدرات البدنية للمنتخب الأسترالي، لا سيما أن لديهم بعض البطء لأن الكتلة العضلية لأجسامهم كبيرة نسبيا، وعلينا استغلال هذا بزيادة السرعة والأداء السريع ومحاولة الوصول لخلف مدافعيهم بطريقة أو بأخرى. وأؤكد على ضرورة استغلال القدرات الفردية عند لاعبينا بصورة مثالية وبشكل فردي وجماعي من خلال الثنائيات والتمرير البيني بالعمق وبالجري الحر خلف الظهيرين وقلبي دفاع المنافس. كل هذه الأمور مطلوبة اليوم من منتخبنا، وسنكون قادرين على تحقيق نتيجة طيبة. ننتقل إلى الكويت لنتابع الأبرز هناك من خلال عناوين صحيفة الجريدة الكويتية. نتابع: الشهاب متفائل ورفع تعليق النشاط الرياضي في طريقه الصحيح. الخطوط الكويتية ترعى الحكام وتكافئ الأفضل. 6 مباريات اليوم في كأس الاتحاد لكرة القدم. وفي أسفل الصفحة عنوان آخر يقول: الحشان باشر تدريباته وإصابة المشعان تتجدد. محمد يؤيد خروج العامر من القادسية ويعلن موعد اعتزال الخالدي. رفع اسم الخالدي من قائمة الأصفر جاء بسبب عدم قدرته على الالتزام. من الجريدة إلى صحيفة القبس لنتابع أبرز ما جاء على صفحاتها اليوم. نتابع القبس: الكويتية ترعى حكام الكرة. الشهاب اعتماد مرشحي الاتحاد وتحويل المشعل إلى التحكيمية واستبعاد يعقوب. وفي عنوان آخر أيضا على يسار الصفحة نقرأ: الدواس يحرز ذهبية في بطولة العالم للدراجات المائية. نبقى في الكويت إنما ننتقل إلى صحيفة الأنباء، والعنوان هذه المرة يقول: أبطال السوبر يتمنون مواصلة تحقيق البطولات لإسعاد جماهير الأخضر. زكريا ونجوم شباب العربي للأنباء: الكرة العربوية بخير. الفوز باللقب لم يكن سهلا على الإطلاق. الأخضر الشاب تحت مراقبة ومتابعة جهاز الكرة. المدربون الوطنيون الأقرب والأصلح لتدريب فرق المراحل السنية. إلى الصحف الصادرة في مسقط ومن صحيفة عمان العمانية نطالع. منتخب الشباب يلاقي مصر في افتتاح البطولة الدولية اليوم. رشيد جابر: الإعداد لم يكن مثاليا وتأهل الأولمبي والناشئين لن يشكل ضغطا. مستمر مع الملحق الرياضي لجريدة عمان إنما ننتقل إلى صفحة أخرى وحوار مع الدكتور سعيد بن أحمد الشحري. تابع أبرز ما جاء فيه. رئيس اتحاد اليد لعمان الرياضي: انتهينا من المديونية في 7 أشهر وسندعم الأندية ب1000 ريال وفق ضوابط. الاهتمام بالمراحل السنية وفصل الصلاة عن الشاطئية أكبر التحديات. إقامة مباراة السوبر وكأس الاتحاد وتجديد لائحتي المسابقات والحكام أبرز الاستحداثات. ونقرأ أيضا: التعاقد مع سكرتير فني واستضافة البطولات الدولية وتوقيع مذكرات التفاهم أهم الأولويات. إلى العراق والأبرز هناك نتابعه من صحيفة المدى. اختبار ودي جديد لمنتخبنا مع كينيا يمهد لرفع الحظر الكلي. موقعة جذع النخلة تجذب أنظار أكثر من 55,000 متفرج. مباراة العراق وكينيا المنتظرة في استاد جذع النخلة كانت موضع مقال في جريدة الملاعب العراقية تحت العنوان التالي. نتابع الملاعب على يسار الصفحة: بداية جديدة. بقلم ضياء حسين الذي تمنى أن يشكل اللقاء بداية مختلفة عن كل البدايات السابقة في ظل الحافز المعنوي الكبير الذي تضيفه تجربة اليوم أمام منتخب كينيا وأمام أنظار جمهور كبير متعطش لرؤية لاعبيه ونجومه الكبار وهم يلعبون على ملاعب العراق. ننتظر اليوم بداية مختلفة عن البدايات السابقة قولا وفعلا،
واللاعبون هم أكثر من سيسهم في تجسيد ما يريده أهل اللعبة وأبناؤها من هذه المباراة في إطارها الفني، وما يمكن أن تضيفه من نجاح مضاف إلى النجاحات السابقة التي تحققت في ملف رفع الحظر الذي بات يتكسر يوما بعد يوم بفضل جماهيرنا الوفية ودعمها غير المحدود لكل الجهود التي مهدت لهذا الهدف النبيل، والذي نجزم أنه لم يكن ليتحقق لولا تضحيات تلك الجماهير وتحملها أنواع الصعوبات للوصول إلى ملعب المباراة وسط إجراءات أمنية صعبة ومعقدة. ونطالب بضرورة تخفيف الإجراءات الأمنية لحضورهم المباراة. نواصل جولتنا في الصحف العراقية ونتوقف عند حوار طلعتنا به جريدة فوتبول مع واحد من ألمع النجوم الذين غيبتهم الإصابة عن مناسبات غاية في الأهمية. نتابع فوتبول. لاعب منتخبنا الوطني ضرغام إسماعيل في حوار الصراحة مع فوتبول: باسم قاسم يحتاج إلى الوقت لتطبيق منهاجه التدريبي مع أسود الرافدين. عفوا، ليس من المعيب أن أنافس مجددا لانتزاع مركزي في التشكيلة الدولية. ضرغام أضاف: 3 أشهر تفصلني عن العودة والإصابة سلبتني عشقي الأكبر. وكشف أيضا: تلقيت عرضين احترافيين خليجي وأوروبي والإصابة حالت دون تمثيل كبار تركيا. في لبنان، ما زالت أصداء فوز الأنصار الساحق على غريمه النجمة في ديربي العاصمة بيروت تتردد بقوة في مختلف الصحف. جديد الموضوع نتابعه من صحيفة المستقبل اللبنانية. الكاخي للمستقبل: فوزنا الكبير ليس صدفة ومستعد للعودة إلى المنتخب. الكلام بالطبع لحارس مرمى فريق الأنصار ربيع الكاخي الذي تألق بشكل لافت في مباراة القمة التي انتهت بفوز الأنصار على فريقه السابق النجمة ب5 أهداف مقابل هدف واحد. نذهب الآن إلى الجزائر وأبرز ما طلعتنا به صحيفة الفجر هذا اليوم. آخر فوز كان في نهائي كان 1990. الجزائر لم تفز على نيجيريا منذ 26 سنة. الفجر استحضر تاريخ مواجهات الخضر مع المنتخب النيجيري الذي يبقى الفوز عليه مستعصيا منذ أكثر من ربع قرن. وليس بعيدا عن الجزائر نذهب إلى المغرب، والعنوان التالي من صحيفة المنتخب المغربية: زياش عازم على الثأر. المنتخب قالت بمعنويات جد مرتفعة وبرغبة كبيرة في التعويض، يواصل حكيم زياش تحضيراته رفقة الأسود سعيا منه لتعويض ركلة الجزاء المهدرة بباماكو والتي كان بالإمكان أن ترسم أكثر من فارق في مسار المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا. زياش مصمم على تقديم مباراة كبيرة بكل المقاييس، وسبق له التأكيد لوسائل إعلام هولندية على أنه هو من سيتولى تنفيذ ركلات الجزاء للفريق الوطني. مستمرون في شمال إفريقيا والأبرز في تونس، نتابعه من صحيفة الصباح. الصباح: تواكب تحضيرات المنتخب الوطني بن شريفية وسليتي يتخلفان وتشجيع للهيشري. ونبيل معلول مدرب المنتخب التونسي يقول: مواجهة غينيا ستكون مباراة العمر للاعبين. إلى الصحف العالمية، والبداية من إسبانيا وصحيفة آس التي تحدثت عن ذكاء إدارة باريس سان جيرمان في إبرام الصفقات مع اللاعبين الكبار في سعيها لحصد ألقاب لم يسبق للنادي الباريسي تحقيقها من قبل. نتابع. آس كتبت في عنوان الخبر: بي اس جي سيتعاقد مع أليكسيس سانشيز بلا مقابل. الصحيفة الإسبانية قالت إن إدارة باريس سان جيرمان تعمل بحكمة وذكاء ولديها خطط مستقبلية لجلب نجوم كبار للنادي الباريسي، وذلك لحصد ألقاب بقيت عصية على النادي كلقب دوري أبطال أوروبا. آس أضافت أن إدارة البي اس جي شرعت في مفاوضات مع التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال للتعاقد معه الصيف المقبل عند انتهاء عقده في محاولة لاستخدامه من دون دفع أي مقابل مادي.
نبقى في إسبانيا لكن ننتقل إلى جريدة موندو ديبورتيفو ومقال حمل العنوان التالي. عنوان المقال يقول جيرارد بيكي والبوشاء، بقلم الكاتب فرانسيس أغيلار كاتب هذا المقال الذي تغنى بذكاء وشجاعة لجيرارد بيكي مدافع المنتخب الإسباني. المزيد من مقاله أغيلار بحق المدافع الكتالوني نتابعه في السطور التالية. جيرارد بيكي مدافع إسباني كتالوني شجاع لم يختبئ ولم يخبئ مشاعره الوطنية، واجه السهام السامة التي وجهت إليه من قبل بعض الإعلاميين الذين أرادوا التشكيك في وطنيته، واجههم بذكاء ودموع وفخر. ذكاء عندما قال بأنه كان مشغولا باللعب للبارشا في الوقت الذي كان يلقي فيه ملك إسبانيا خطابا يتعلق بما جرى مؤخرا من تطورات في كتالونيا، ودموع انهالت للتعبير عن الحزن الذي اعتراه نتيجة القمع الذي تعرض له أبناء جلته من إقليم كتالونيا خلال مطالبتهم بحقوقهم، والفخر بتمثيله للمنتخب الإسباني وسعيه لحصد مونديال روسيا بقميص لاروخا. إلى بريطانيا وبالتحديد من صحيفة ذا سان التي تغنت بالنجم الإنجليزي هاري كين وشبهته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد. نتابع هذا التشبيه على ذا سان. سان كتبت في العنوان نجم انجلترا في طريقه لتسيد العالم. صحيفة ذا سان قارنت بين هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي وكريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، وقالت إن الأول سيتسيد العالم في وقت قريب وسيتفوق على نجوم كبار كميسي ورونالدو. الصحيفة أشادت بصفات عدة يتمتع بها النجم الإنجليزي، وقالت إنه يشبه كريستيانو رونالدو من ناحية العزيمة والإصرار في الحصص التدريبية والمباريات الرسمية. إلى ألمانيا وصحيفة بيلد التي كشفت عن الأسماء المرشحة لخلافة كارلو أنشيلوتي في قيادة الجهاز الفني ببايرن ميونخ. نتابع. بيلد عنونت هاينكس مدربا لبايرن ميونخ. الصحيفة الألمانية أكدت أن مفاوضات بايرن ميونخ مع المدرب الألماني يوب هاينكس باتت محسومة، وأن المدرب المخضرم عائد وبقوة لقيادة البايرن بديلا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تمت إقالته مؤخرا. بيلد ذكرت بالإنجازات السابقة يوب هاينكس مع البافاري الذي حصد ثلاثية تاريخية عام 2013. إلى إيطاليا وصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت التي تطرقت إلى شكوى قضائية تقدم بها النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا على أحد أفراد عائلته. نطالع سبب لجوء الأسطورة للمحاكم تحت هذا العنوان. مارادونا يشكو ابنته للقضاء بداعي السرقة. الصحيفة قالت إن النجم الأرجنتيني أوكل محاميه برفع قضية في المحاكم الأرجنتينية يطالب فيها ابنته جيانينا مارادونا بإرجاع ما يقارب 2 مليون يورو، حيث يدعي مارادونا أن ابنته سحبت هذا المبلغ على فترات متزامنة دون علمه. لاجازيتا أشارت إلى أن جيانينا كانت تدير أموالا وحسابات لوالدها في الفترة التي تم اتهامها بالاستيلاء على أموال والدها. مشاهدينا، مع مارادونا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن لدينا فقرة غريب عجيب والخبر من صحيفة أوليه الأرجنتينية. نتابع. من العادات المتبعة في البيرو للتعبير عن كراهية شخص ما أن تقوم بشراء دمية مصنوعة من الورق عليها صورة لوجه الشخص الذي تكرهه، ومن ثم وضع هذه الدمية في الشارع لكي يقوم المارة بركلها وضربها إلى أن يتم تحطيمها. ما حصل أن مئات من هذه الدمى تجسد شخصية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيعت في مختلف مدن وقرى البيرو، وذلك استعدادا للاعتداء عليها بالضرب والركل تزامنا مع مباراة منتخبي الأرجنتين وبيرو في بوينس آيرس فجر غد الجمعة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة. لقاؤكم يتجدد غدا مع حلقة جديدة من جرائد. دمتم في رعاية الله.